مثل ما وعدناكم كل جمعة نكون هنا في الواحة مول في الخوير. اليوم أنا مسكت مكان شيماء، وشيماء موجودة في الواحة مول في صحار. إن شاء الله كذا راح نشوف مجموعة كبيرة من الناس، راح نسألهم بعض الأسئلة وراح يحصلوا على هذه الجوائز. معانا الأخ عمار، يا أهلا وسهلا فيك. كيف الحال؟ الحمد لله. طيب عمار، حابة أسألك سؤال جدا بسيط. اذكر لي بعض المحلات الموجودة في الواحة مول. لورس للعطور، وماكس، سنتر بول، والعود الحرمين اعتقد العطور، عبد الصمد، هذا اللي حافظهم يعني. في ماكس، في مذكر، ايوه، وفي محلات كثيره. نعم، ما مشكله، هو اغلب الاجوبه جاوبها صح. طيب هذه هديه مقدمه من الشبيبه وايضا مقدمه من الواحمول. شكرا لك، وان شاء الله يعني جوله ممتعه باذن الله. يوم سعيد. احسنتي. السلام عليكم. السلام. اهلا وسهلا فيك. حياك الله. ما شاء الله جالسين تتشروا للعيد. شويه نواقص باقي. ما شاء الله، يعني الوجهه اليوم للواحمول، جالسين تستمتعوا بالواحمول. لا ما شاء الله، عندهم المحلات يعني والزحمه خفيفه عن سواق برا، فالامور طيبه يعني. الحمد لله، تتهنوا ان شاء الله. امين يا رب. جائزه مقدمه من الواحمول ومن اذاعه الشبيبه ايضا. جزيلاً، بارك الله فيكم، احسنتم. السلام عليكم. ان شاء الله السؤال راح يكون جدا سهل عن الواحمول. طيب السؤال هو، في محل موجود في الواحمول مختص بالاثاث، ايش هذا المحل، ايش اسمه؟ انا هوم سنتر. هوم سنتر، تسالني ولا تجاوبني؟ لا لا جاوب. إجابة صحيحة، وهذه هدية مقدمة من الشبيبة ومقدمة أيضا من الواحمول. شكرا لكم. شكرا. شكرا. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيك. حياكم الله. الله يسلمك. شوية تتمشي في الواحمول اليوم ما شاء الله. شوية كذا جايبين العائلة نتمشى. كيف حالكم؟ زينين الحمد لله. من اسمك؟ فارس. فارس، طيب بما أنه جايب الأطفال راح أسألك كذا شيء مختص عن الأطفال. في مدينة ألعاب وملاهي موجودة في الواحمول، إيش اسمها؟ الفان سيتي. فان سيتي، إجابة صحيحة، هذه جائزة مقدمة من الواحمول وأيضا من إذاعة الشبيبة، تتهنوا بإذن الله. حياكم الله، رمضان كريم. هذه كانت جولتنا لليوم في الواحمول، ما شاء الله كان الضيوف خفيفين لطيفين.